كبير هو اللي كيقول المجلس تربعون المجلس تربعون. تنظم الأكاديمية هذا اليوم لمدة يعني 3 أيام دورة تكوينية خاصة بتقنيات المسرح بطبيعة الحال من أجل رفع قدرات المشرفين على الأندية المسرحية، من أجل يعني إحداث أندية على مستوى المؤسسة التعليمية، من أجل يعني تأطير والإشراف على يعني المسرح المدرسي من المؤسسات التعليمية، لما للمسرح من أثر على يعني تجويد التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ. طبيعة الحال في هذا الإطار فاستضفنا يعني مؤطرين يعني من لهم ما يكفي من الخبرة في هذا المجال، يعني أستاذ يعني خبير في المسرح من داخل المنظومة التربوية، ويعني مكون من خارج المنظومة التربوية، الذين سيؤطران لدان سيؤطران هذه الدورة التكوينية، ونأمل أن يعني أن تكون هذه الدورة ناجحة من أجل أن يعني أن يكون للأساتذة يعني إشراف على التلميذات والتلاميذ من المؤسسات التعليمية إن شاء الله. فرصة للأطر الإدارية والتربوية بجهتنا من أجل تملك أدوات الاشتغال في المسرح المدرسي، ونحن نعرف الوظيفة التربوية والاجتماعية والنفسية الهامة لهذا المجال الإبداعي، وأكيد أن هذه الدورة التكوينية ستثمر مشاريع إبداع مسرحيات مدرسية تشارك بها الجهة على الصعيد الوطني. مع الأخطاء ستكون تقدم للمشاهد، وكذلك ما تقدمها في التلفاز وما تقدمها في السينما سير هاي يشوفوها المشاهدين يعبروا على عاتبة واش العمل ناجح ولا لا. المسرح في البلاصه